السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي اليوم رح نحكي عن موضوع لكلمة بيجي على ألمانيا وحابب إنه يفتح حساب بنكي بأي بنك موجود بألمانيا، وبالإضافة رح أنصحكم بأفضل بنك تفتحوا فيه حساب بألمانيا، وكتير معاملتهم جيدة وممتازين بالنسبة لموضوع الناس اللي بيفتح حساب بنك بألمانيا. رح نحكي ونشوف شو الأوراق المطلوبة لحتى أنك تقدر تفتح حساب بنكي بألمانيا، وشو لازم الإجراءات اللي لازم تساويها. حبايبي اللي عم نشوف فيديو عندي جيب القناة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتعملونا لايك لحتى نستمر ونكبر بوجودكم أكتر وأكتر. يلا خلينا نبلش. تمام يا جماعة، هلأ بالنسبة للبنوك اللي موجودة بألمانيا في بنوك كتيرة. تفرجوا، رح أحط لكم هاي الصورة. هاي الصورة بتقلك كل شيء بنوك موجودة بألمانيا. طبعا أنا كنصيحة بنصح أنك تفتح ببنك شباركاسة اللي هو هاد، ماشي. وفي عنا البوست بانك كمان، هذا منيح. وفي عنا الهانزاتيك بانك. هدول الثلاثة المعاملة معهم صراحة كتير سلسة، ونظامهم كتير سلس بالنسبة للمعاملة وأمور الأونلاين بانكينج والحساب الجاري وكذا. يعني هدول الثلاثة بصراحة أنا بنصح فيهم يلي بده يفتح حساب بألمانيا. أما باقي البنوك بصراحة ما تعاملت مع الكل أنا، بس باقي البنوك تبقى شوي أمورهم معقدة وفي لهم شروط كتير معقدة بالنسبة للناس اللي تفتح حساب بنكي عندهم. يعني مثلا عندك البنك اللي هو تبع فولكس بانك، الفولكس بانك المعاملة عندهم سيئة أول شغلة، وتاني شغلة بدك تروح تفتح حساب عندهم كتير معقدين، بيطلبوا كتير وراء وأمور مالنا فيها وصعب أنك تجيبها. فأنا بنصح بهدول الثلاثة اللي ذكرت لكم ياهون أول شيء. طيب هلأ شو الوراء اللي لازم تاخدها معك مشان أنت تروح على البنك وتحسن تفتح حساب؟ أول شغلة بيطلبوها منك جواز سفر، لازم يكون معك جواز سفر. هي واحد. اثنين، لازم يكون في عندك إقامة موجود، أنت عندك إقامة بألمانيا، يعني حاصل على الإقامة إن كان حماية إن كان لجوء إن كان معك أوزفايس، مهم يكون في عندك إقامة. رقم ثلاثة، لازم تأخذ معك الأنميلدونج بشتيتكم اللي هو أنت بتجي على ألمانيا بتروح بتعمل ملدنة، بتملدن من البلدية العنوان تبعك، يعني أنت وين ساكن بيسموها الملدة بشتيتكم، تاخده معك. هذا لازم كمان تاخده معك لأنه ضروري إذا بدك تفتح حساب. إذا ما عندك الملدة بشتيتكم وما عندك عنوان ما بتقدر تفتح حساب بالبنك. هدول الثلاثة أنت بس تاخدهم معك كونوا موجودين، بإمكانكم تروحوا على البنك بكل بساطة، بتفوت لعند الموظف بالبنوك اللي أنا نصحتكم فيها، بتفوت بتقول له إيش ميتي جارني أنا بنك كونتو أفنين، بس تقول له انت هيك، بقوم هو فورا بيقول لك اعطيني الاوراق اللي ذكرتهم انا اللي هن مثل ما حكينا، يكون معك جواز سفر او يكون معك اقامه ويكون معك الملده بشتيتكم. هذول الثلاثه بس يكونوا موجودين معك بامكانك تفوت وتفتح حساب بكل بساطه باي بنك بدك اياه بالمانيا. طيب في شغله في استثناء لجواز السفر. اذا انت كان عندك اقامه المانيه وكان عندك الملده بشتيتكم بإمكانهم يستغنوا عن موضوع جواز السفر. بس إذا أنت ما كان مثلا عندك إقامة وما عندك ملدة بشتيتكم وبدك تفتح حساب، ما بتحسن تفتح حساب إلا ليكون موجود عندك شيء يثبت أنك أنت مقيم بألمانيا. طيب هلأ أنت بعد ما تقوله للموظف بدك تفتح حساب وبيمشي الحال، شو بيصير بعد منها؟ بعد منها الموظف يفتح لك الحساب ويوقعك على أوراق أنك أنت بدك تفتح حساب، بياخد صورة من إقامتك والجواز والملدة بشتيتكم ويرجع لك الأصليات وبيقول لك روح انتظر أنا بعت لك بوست على البيت. بيجيك بوست، بيكون بعتي لك بهذا البوست الرقم السري تبع البطاقة تبعك، وبنفس الوقت بيكون بعتي لك البطاقة تبع الحساب البنكي تبعك. أول ما بيجيك الرقم السري تبع البطاقة وبيجيك الحساب البنكي، بإمكانك تروح على البنك وتقول له أنه أنا وصلني منكم هذا البوست وفي البطاقة والرقم السري. طبعا الرقم السري ما بتعطيه لأي حدا حتى للموظف، يعني حتى الموظف ما بتورجيه الرقم السري. هذا الرقم السري بيدل عندك عشان إذا بدك تروح أنت تسحب مصاري مثلا من الماكينة أو تحط مصاري بالماكينة.
بس تروح عند الموظف، الموظف بيقول لك اعطيني الكارت، بياخذ الكارت بيشيك عليها بيقول لك الكارت هلا تفعلت وانفتح الحساب عندك وامورك صارت كلها تمام. طيب هلا انت بعد ما فتحت الحساب انت حابب تعمل حسابك اونلاين، انك انت تصير تفوت تشوف حسابك عن طريق الاونلاين، بامكانك تفوت تحول مصاري عن طريق الاونلاين، تستلم مصاري عن طريق الاونلاين. هي الشغله في لها ترتيبات تانية، وانا شرحت بفيديو خاص عن هذا الموضوع، رح احط لكم الرابط بالوصف، بامكانكم تفوتوا على الوصف وتشوفوا كيف طريقه تفعيل الحساب اونلاين مشان تصيروا تشتغلوا كل شيء عن طريق الاونلاين، وما في داعي انكم تروحوا على البنك الا لحتى اذا حبيتوا تسحبوا مصاري من الماكينه. حبايبي هذا الفيديو كان تبعي لليوم، لا تنسوا الاشتراك في القناه وتدعمونا، بتشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.